بالنسبة بقى بيريرا، وده الشق اللي انا عايز اتكلم فيه يا كريم. بيريرا طبعا رئيس لجنه الحكام، كان في امبارح مؤتمر مهم جدا، مؤتمر صحفي، وهو اكد فيه او اتكلم فيه في كذا محور مهم. هو قال ان هو يعني بيحاول ما يكونش فيه اخطاء في الاداره التحكيميه في الفتره اللي جايه، وان هو بيشتغل يوميا على تطوير المنظومه، ده من ساعه لما هو جه من 6 شهور. قال تحديدا كده كمان، قال ان ماتش القمه بين الاهلي والزمالك هيكون بحكام مصريين. بص بقى التعليق ده تحديدا لما اتقال، ناس كتيرة وصفته في بعض الجرايد او بعض المواقع، وانا قريتها كده، قالوا لك خبر صادم، خبر صادم، لان يعني فكره ان ماتش القمه بيدار بحكام مصريين، البعض بيشوفوا انه ده خبر صادم. زمان طبعا واحنا متعودين ان دايما اللي بيدير هذه القمه بيكون حكام عرب، منعا بقى لاي قيل واي قال واي انتماءات وغيره. لكن فكره ان بيريرا دلوقتي جاي عايزك ان انت بتبدا موسم جديد عندك حكام مصريين بشكل كبير جدا، تقريبا 36 طاقم تحكيمي، عندك 7 دوليين، لا اكتر، ده 36 مساعد، لكن عندك 7 دوليين، فانت بتتكلم برضو في رقم ما هوش صغير. فنتمنى الفتره اللي جايه ما يحصلش اي ازمات، تحديدا في ملف التحكيم اللي بقالنا فتره طويله جدا يعني بنعاني منه في التحكيم المصري، ويبقى على افضل حال، ان ده المهم جدا. على كل حال انا قلت جزء من تصريحات بيريرا، خلينا نروح نتابع المؤتمر الصحفي ونسمع اكتر، نرجع نكمل. صباح الخير. We start by drafting the strategic education and development master plan for the season 2024 to 2028. As part of this organization, we organized the refereeing department and also the referees committee, which are now 2 separate bodies. ونتيجه للتعليم والتطوير، الجزء التعليم والتطوير بقى عندنا شقين، شق اللجنه بتاعت اتحاد الكوره، والشق الثاني اللجنه الاداريه او الاداره الحكام. We develop one referring digital platform. ومفترض في قاعده بيانات، لا مش قاعده، ديجيتال بلاتفورم او منصه الكترونيه جديده للجنه او الحكام. So all appointment system and all assessment system will be now automatically. فكل طرق التعيينات الجديده هتبقى اوتوماتيكلي، او هتبقى اوتوماتيكلي مش هتبقى مانوال. We are going also to have a new assessment system. وبرضه هيكون في طريقه مراقبين جديده، او طريقه جديده لتقييم جديد للمباريات. So these new systems allow us to be more efficient in management, but also to have at the end of the season one refereeing ranking. بالفعل الدورات التأهيلية دي هتساعدنا كتير جدا، بس ده هتساعدنا أكتر في نهاية الموسم علشان يكون عندنا تقييمات لكل الحكام. So in this way we decide the category 1 referees, category 1 assistants and the list of VAR specialists who will go operate in night league. وبالفعل قدرنا يبقى عندنا لسته لحكام سي 1 بناء على، او لحكام او مساعدين حكام، ولسته للبار اللي هيتعينهم في الدوري. And the end of the season, like the clubs, the last referees in the bottom of the ranking will be demoted, and the best from the down categories will be promoted, exactly like the clubs. وبالظبط زي الأندية، الحكام اللي بيبقوا في القاعدة لو الأداء بتاعهم كويس هيصعدوا، والحكام اللي أداءهم مش كويس هيهبطوا. So the referees for Nile League will be 36 including the 7 FIFA, and 52 assistants also including the 7 FIFA assistants. طيب بالنسبه لدوري النيل هيبقى عندنا 36 حكم بالاضافه الى 7 حكام فيفا، و52 حكم مساعد بالاضافه الى 7 حكام فيفا. So the appointments will be based on the performances of the referees. So like the clubs, the referees who perform
better, we'll have more games. Those who perform poorly will have less games or no games. طيب بالنسبة للتعيينات هتبقى بالظبط زي الأندية، الحكام اللي هتكون البرفورمانس أو أدائهم كويس هياخدوا ماتشات كتير أو هيتعينوا أكتر، والحكام اللي أدائهم مش كويس مش هيتعينوا بقدر الحكام اللي كان أدائهم كويس، بالظبط زي اللعيبة أو في الأندية. Like the clubs, the coach choosing the first 11, then 7 in the benches, and some of them stay at home. The referees will be the same. طيب بالظبط زي الأندية بيبقى عندنا 11 لعيب، 11 لعيب دول اللي بينزلوا الملعب اللي هم أحسن لعيبة، بيبقى فيه 7 احتياطي وشوية منهم ما بيكونش موجودين أصلاً في التشكيل. This is basically the rules for next season. So, القوانين الجديدة للموسم الجديد.